عيط ليه المدير التقني قال لي راه السيد رئيس الجامعة بغا يهضر معاك. صرت معاه في التليفون، توصلت الخبر من عنده. الحمد لله فرحت، حيت انا ما داير والو، كان عندي المشكل ديال لوبيراسيون اللي درت في عيني. فرحت لان البراءة ديالي بانت، وغتتاح لي الفرصة الثالثة ان شاء الله للمشاركة في العاب اولمبية. محمد، بعد أيامك بتناول المنشطات الأكيد من أن العديد من الأشياء تغيرت. هل واصلت الاستعداد رغم استبعادك من الأولمبياد؟ تلقي ديال الخبر انا تصدمت، وكنت كنحاول ننسى ونواصل الاستعدادات ديالي، وخا كنت شويه مديرونجي، مع كنت باقي متبع مع الطبيب، باقي كندير الدواء العيني باش ما تكونش خسارة كبيرة. حاولت نواصل الاستعدادات ديالي، احتاج الخبر من احتاج واحد خبر من عند الوزارة، من عند الوزارة قبيلا لي انا والدراري اللي معايا موقوفين، خاصهم يخرجوا من هاد مولاي رشيد حتى يتحل المشكل. صافي خرجنا ديرونجيت شوية وهادي، ولكن حاولت نواصل التدريب ديالي، والحمد لله في الاخر بانت البراءة. العجاوي، كيف ترى المشاركة المقبلة بريو دي جانيرو؟ بماذا تعد الجمهور المغربي المتعطش للإنجازات والميداليات؟ وكان وعدهم بالظهور ان شاء الله بوجه مشرف، ونحاول نحاول تحقيق نتيجة إيجابية، وخا الظروف ما كانتش مساعدة، الظروف كاملة اللي مريت بيها، نحاول ان شاء الله مع التجربة اللي حصلت عليها مع الممارسة والوقت ان شاء الله نحاول نضرب وجه مشرف وننسى كاع هادشي اللي داز، وان شاء الله علاش لا تحقق شي نتيجة إيجابية. ان شاء الله نحاول نتغلب على كاع هادشي اللي دزت منه، وهاد الفترة القصيرة اللي وقعت نحاول نعوض، إذا كان ممكن نبدل واحد المجهود مضاعف باش نبان بوجه مشرف ان شاء الله. شكرا لك محمد العرجاوي، وهنيئا مرة أخرى للقفاز